أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتلاحظوا معنا احنا متواجدين هنا بساحة الحمام الشهيرة. كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام طبعا الحال ساحة الحمام شبه فارغة، يعني ما عامراش كيف ما متعودين عليها كتكون عامرة بواحد الشكل اللي هو كبير حكم طبيعة الحال. اليوم الويكند طبيعة الحال، اليوم السبت، صباحة يوم السبت شبه فارغة. مع ذلك تبقى الأجواء هنا بساحة الحمام أجواء اللي هي جميلة ومتميزة. نعرفوا انه دائما ساحة الحمام هنا الشهيرة طبيعة الحال كتكون دائما عامرة، يعني بالسياح سواء الأجانب أو سواء المغاربة. طبيعة الحال كتحظى بواحد الشعبية اللي هي كبيرة ساحة الحمام، خصوصا أنه جاية يعني في مركز المدينة في سونتر فيل، يعني أمام المحكمة الابتدائية وكذلك الولاية جهة الدار البيضاء الكبرى. طبيعة الحال البنايات العريقة ضروري اللي يجي مدينة الدار البيضاء كيقوم بزيارة لساحة الحمام الشهيرة. فمشاهدينا الكرام هذه الأجواء أجواء يعني مشمسة هنايا بالساحة. فمشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر، على أمل التقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.